هذا ما سنشرع في بيانه إن شاء الله. أعرني سمعك وفرغ لي قلبك وأقبل علي بكلك، وصل على محمد وآل محمد. مولاي الكريم، أنت تسمع الخطباء البارحة وقبل البارحة واليوم وما بعد هذا يذكرون بأن أم البنين تجي إلى البقيع وتنوح وتندب أولادها والناس تسمعهم ويبكون. بس أسألك سؤال اليوم فكر فيه، راح أجيبها سريعا كنقاب حتى الوقت ما يتداركنا أكثر من اللازم. إخواني، أم البنين من تجي تنوح شنو مسوين إلها؟ ماتم والكل يرحب بيها وقاعدين يهيئون لها الظروف. لولا هي في خطر محدق بها. الآن راح أبين لك سريعا، راح أذكرها كنقاط. يعني كنا نتمنى بس وقت الظهيرة مو مال وقت إطالة، بس أنا أريد أنه أشبع هذا الأمر على هيئة نقاط. أول أمر، مقدمات لابد منها. أول مطلب، حط بالك هاي المقدمات يا جماعة. الزمن اللي كانت فيه أم البنين سلام الله عليها تنوح على أولادها فيه كان زمن اغتيالات، جو اغتيالات. اللي يتعاطف ويا الحسين عليه السلام هذا معرض للقتل. الكوفة عبيد الله ابن زياد يقول برئت الذمة ممن لم يخرج لحرب الحسين. فلهذا اللي طلعوا من أبو 15 سنة إلى أبو 90 سنة واحد ما يقعد في الكوفة إلا يطلع لابد يسجل موقف أنه ضد الحسين، واللي يكتشفون أن عنده ميل إلى الحسين أو على الأقل مو راضي باللي يصير على الحسين هذا يقتل. هذا حط في بالك. فإذا أم البنين يكتشفون بأن عندها عاطفة ويا الحسين ترى مهددة بالقتل. الشيء الثاني، أنت بنفسك مار عليك، مار عليك قضية الشام، ذاك الرجل الكبير في السن الشيخ الذي إجا إلى زين العابدين عليه السلام وقال لزين العابدين الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم وأراح البلاد والعباد منكم. وضح للإمام سلام الله عليه، قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ هو بس قال برئت إلى الله من عدو آل محمد، بس قال هالكلمة. ايش سووا فيه؟ اي قتلوه. فأي واحد ما عنده التبرئة وعنده عاطفة ويا أهل البيت هذا يقتل. بعد يا جماعة المنطقة كلها كانت ملغومة. هذا حتى أبين لك كيف أن الظرف ظرف اغتيالات. احنا ما مر علينا في قضية دفن أجساد واقعة الطف. بني أسد من إجا وحطوا واحد شي يسويه؟ يرصد لهم الطريق. ليش؟ أي واحد يمر صوب كربلة مو بيدفن الأجساد، مار صوب كربلة يعني عندك حبل الحسين تقتل. تمام لولا؟ جابر الأنصاري يوم الأربعين شو يقول للغلام؟ يقول لي الغلام إني أرى غبرة ثائرة من جهة الشام. قال امضي واستطلع الخبر، فإن كان ركب زين العابدين فأنت حر لوجه الله، وإن كان من جماعة ابن زياد فأخبرنا حتى هذا صحابي. يقول أنا صحابي بيذبحوني. إيش تتصور واحد قاعد حاط ماتم على الحسين؟ فأم البنين كانت معرضة يا جماعة إلى القاتل لو يسمعون بأنها قايمة حاطة ماتم. هذا واحد من الظروف. خلها في بالك حتى تعرف من تجي أم البنين. لا تتصور هذا مجلس الدعيسي أو حسينية وقاعدين الناس توزع ماي سلام الله على الحسين وخلوا أم البنين تقرأ وإحنا نبكي. لا، كان زمن إرهاب وجو خوف. هذا واحد. الشيء الثاني، المدينة يا جماعة، المدينة تدري قبل ورود الخبر، قبل مجيء زين العابدين والنساء، تعرف الجو اللي كان في المدينة شنو؟ تدري وصلهم خبر مقتل الحسين قبل بشر ابن حذلم، قبل لا يجي بشر يصيح يا أهل يثرب، ترى هم يدرون من يوم العاشر، يدرون بقتل الحسين من يوم عاشر، هم يدرون. أم سلمة طلعت القارورة اللي تحولت إلى دام، المدينة كلها تدري بقتل الحسين لكن التفاصيل ما يدرون عنها. ثم جاء الخبر، وصلوا من الشام طرشوا واحد إلى المدينة إعلان ترى الحسين انقتل. وكان والي المدينة واسمه عمر ابن سعيد الأشدق على المنبر يخطب في يوم الجمعة،
وإجا المندوب الرئاسي جاي من الشام ووقف عند باب المسجد وصاح البشارة. قال له شنو؟ قال قتل الحسين. تدري ايش سوى هذا الوالي حتى تعرف إلى أي درجة؟ نزل من على المنبر وإجا إلى قبر النبي وصار يركل قبر رسول الله برجله، يرفس القبر. انت اليوم عندك اسم محمد ما تقدر تدوسه بنعالك، وهذا عند قبر النبي ويرفس القبر برجله ويصيح يا محمد قوم قوم شوف ايش سوينا. صدمة بصدمة وكدمة بكدمة ويوم بيوم بدر. إلا بقلبنا على اللي سويتونا بأشياخنا طلعناه اليوم بالحسن. فهذا يا جماعة حطوا ببالكم، إذا قبر النبي ما إلى قيمة عدهم، إذا قبر رسول الله ما إلى قيمة عدهم، أم البنين إلها قيمة عدهم. فالجو يا إخواني جو مرعب. فوق الجو المرعب أيضا شماتة اللي تبكي من أهل البيت يشمتون فيها. ترى قاعدين أول ما وصل الخبر بقتل الحسين، نساء بني الرسالة أم سلمة أم هاني كل واحدة في البيت الهاشمي قاموا يبكون، الناس كلها قامت تبكي. هم يجون يوقفون على الباب شي يصيحون عجة نساء بني قريش عجة كعجيج نسوتنا غداد. صيحوا صيحوا فرحانين. اي نعم، شوف شلون الشماتة. فانت تصور نياحة أم البنين ما كانت نياحة مهيئة، كانت نياحة محاطة بالأخطار. ثانيا يا جماعة خلي هذه بقية النقاط أحاول أنه أنا أتجاوزها لأنه حتى الوقت ما يتداركنا أكثر. هناك يا إخواني عند الدولة آنذاك مؤامرات، يعني لا تتصور أنهم سامحين أنهم تسولفون إيش صار في كربلاء، يعني كأنما أنت جاي الدين الحكومة اللي قتلت الحسين، تمام لو لا؟ أنت من تقول الحسين طلعوا ناس وقتلوا، إذن الحكومة إما متآمرة وقاتلة للحسين أو على الأقل ساكتة ورافع اليد. ما يخالف ما قتلتونا، هل أخذتم بالقصاص من قتلت الحسين؟ أنتم لو واحد ينقتل عادي من سائر الناس، الحكومة مطلوبة أنها تأخذ بحقه، فكيف بريحانة رسول الله؟ هذا اللي يقول لا ما سووا شيء ذولا، ما سووا شيء. زين أدوا دورهم، سألوا عن القاتل، اختصوا من عنده، رجعوا حقوق أهل البيت. لا، هذول كانوا يقومون بالمؤامرات. شين المؤامرات؟ أي واحد يثبت تواطؤه وتعاون ويا الإمام الحسين هذا يقتلونه بس بالخفية. هذا عدهم هذا الأمر بالخفية. شلون؟ هو من قبل ترى سعد ابن عبادة واحد من صحابة النبي اختلف وياهم في الرأي، قتلوه وقالوا الجن قتلته من ذاك الوقت. فلهذا يا إخواني أنا أسألكم الليل اليوم هذه، حطوا هذه التساؤلات في بالكم. بشر ابن حذلم اللي تسمع عنا البارحة واليوم يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، مو تمام؟ بشر ابن حذلم وين عقبها الواقعة؟ سمعت له أبيات غير هالأبيات؟ شرفك رد علي، أنت ابن منبر وتدري غير هالبيتين سمعت عن بشر ابن حذلم؟ زين سمعت أنه قام يمشي ويا زين العابدين ويقعد ويا أم البنين ويبكي ويا، وين راح؟ تم اختطافه. اي خلاص يدورونه ما شافوه، قالوا لا يسوي لنا، لأنه كانت المدينة مكهربة، طلع الناس كلها في انتفاضة وفي كسر لذاك الحاجز، حاجز الصمت. هذا إذا يرد يكررها يعني الدنيا تنقلب علينا. اختطف. بعض الكتاب والمحللين يقول وتم اعتقاله وقتله في السجون من غير أن يعلم به أحد. فأنت لما تسمع أم البنين بأنها كانت تجلس وتندب أولادها لا تتصور أنها ماخذ راحتها، قارية ملة قاعدة بالحسينية وتبكي والناس تبكي من حولها، لا كانت مهددة بالخطر. يبقى أنه هذه التساؤلات حتى نختم، خلاص وقتنا الدارك الآن ساعة إلا خمسة. إحنا نقرأ مولاي الكريم، أولا سؤال أسألكم، شوف كلها أستنطق المعلومات اللي عندكم. بشر ابن حذلم لما إجا وشافت أم البنين قالت له يا بشر أخبرني عن منه؟
أحسن عن الحسين. هو إيش قال لها؟ قال عظم الله لك الأجر بعبد الله. قالت في الحسين العوض والكفاية، ما سألتك عن عبد الله، أخبرني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بجعفر، قالت أخبر. مو تمام وهذا اللي مر علينا، تسأل عن منه؟ عن الحسين، إلى أن أخبرها عن الحسين. زين، من إجت إلى البقيع تندب، جاب الطاري الحسين. خلنا نشوف الأبيات اللي تحفظونها. لا تدعوني ويك أم البنين، وين الحسين؟ تذكريني بليوث العرين. كم واحد قالت؟ أربعة. وين الخامس وهو الحسين؟ ليش كانت عند بشر ابن حذلم تسأل عن الحسين وما تسأل عن أولاده؟ تالي من إجت للبقيع ما جابت طاري الحسين، أصلا ما تتكلم إلا عن أولادها، وساعات تأخذ واحد بس من الأولاد. يا من رأى العباس شد على جماهير، أبدا حتى بقية الأولاد ما تجيب طاريهم، بس العباس الحسين ما تجيب طاري. شو تقول؟ نسيت الحسين؟ لو صار العباس أغلى من الحسين، شنو السبب أنها حولت أول مرة؟ المفروض من أول مرة تسأل عن الأولاد وتالي تبكي على الحسين، لا هي من أول مرة تسأل عن الحسين، والمفروض فيما بعد يكون حبها للحسين أكثر، ما جابت إلا ذكر الأولاد. شنو السبب؟ حط هذا السؤال عندك حتى نوصل للنتيجة. السؤال الثاني يا جماعة، أنت اليوم لما تسمع بأن هناك فعالية جماعية، هي في المجلس في البيت، أم زينب تبكي، الرباب تبكي، سكينة تبكي، ليلى أم علي الأكبر تبكي، الفاطميات، الإمام الصادق عليه السلام يقول ولقد خمشنا الفاطميات الخدود، يعني أكو مجلس جماعي. ليش أم البنين تركتهم وراحت للبقيع؟ مو تقعد المفروض ببيتها؟ لو لا شنو؟ أحد يقول أم البنين زعلانة ويا زينب ذيك الساعة ما تريد تقعد وياهم؟ ما معنى أنها جعلت لها مكانا خاصا منفردا؟ البقية بقية النساء كل واحدة نفس المجلس، نعم كل واحدة قاعدة بزاوية، ليلى بهالصوب، الرباب بهالصوب، زينب بهالصوب، زين العابدين بهالصوب، كلهم في بيت واحد، الفاطميات كلهم في بيت. ايش معنى أم البنين تختار البقية وتطلع عنهم وما تبكي على الحسين، على الأولاد؟ شنو السبب؟ هذا سؤال ثاني، خليه ببالك وفكر فيه وراح يجينا الجواب. السؤال الثالث يا جماعة، احملوا انتوا مقتل الحسين، شوفوا كم رجز موجود بيت شعر في المعركة. العباس والله إن قطعتم يميني، يا نفس لا تخشي من الكفار، يا نفس من بعد الحسين هوني، القاسم إن تنكروني فأنا شبل الحسن، علي الأكبر أنا علي بن الحسين ابن علي، الحسين أنا الحسين بن علي، كلهم ذولا مسجلين الرجس مالهم وهم في معركة، اللي في معركة مشغول، تمام لولا سجلوا. أم البنين 3 سنوات نياحة والناس قاعدة صوبها، كم مقطوعة شعرية عندكم لأم البنين؟ كم مقطوعة؟ من يرد عليها؟ هي ثنتين، لا تدعوني ويك أم البنين، وهذه يا من رأى العباس شد على جماهير النقد، ما في غيرها. زين 3 سنين والناس كل يوم تجي تقعد وياها، ما سجل التاريخ لنا غير هذه المقطوعتين؟ إذن القضية يا إخواني خلاف ما نتصور، القضية أم البنين من تطلع للنياحة ترى لا أظن هي رايحة حتى تبكي، وإن كانت الجمرة في قلبها، وإنما من أهداف أم البنين أن تجعل نفسها مستهدفة لوقاية زينب وأخوات زينب. حط بالك، حط بالك حتى تعرف هالمرأة شقد مضحية. شوف هالمرأة شقد مضحية، هي مولاتي أم البنين تريد تصرف انتباههم، تقول باكر لو يصير اقتحام، باكر لو يصير مصادرة، باكر لو يصير اغتيالات، لا يلتفتون إلى زينب تبكي وإلى الرباب، أنا فداء لهم كما كان ولدي العباس فداء لأخيه. اي والله، فلهذا انا قاعدة بالبقيع واللي يريد يقتلني يقتلني ولا يوصل الى زينب واخوها. هي وين تحصل مثل هالمرأة يا جماعة؟ هي واحدة من الامور. ثانيا يا اخواني، تعرف بانه هذا اللي نقراه الان، اخر نقطتين خلاص خلصت مجلسي انا، هذا اللي نقراه واللي ذكره
أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين وغير هؤلاء. يقول وكان مروان بن الحكم يأتي إلى البقيع فيسمع ندبتها فيبكي لبكائه. من تقول لا تدعوني ويكي أم البنين، مروان يجي يحضر في البقيع ويا الناس، ومن يسمعها تبكي هو يبكي لبكائه. شو تقولون يا جماعة؟ مروان رقيق قلب، مروان يحب الحسين، بس رد علي، مروان الذي كان هو الذي أعطى الضوء الأخضر والإشارة بأن يرمى نعش الحسن بسبعين سنة، هذا يحب أهل البيت. مروان الذي بنفسه كان يأخذ رأس الحسين ويقول يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين كأنما حفى بوردتين، شفيت قلبي من دم الحسين، شفيت قلبي وقضيت ديني. هذا كان ماخذ رأس الحسين يضرب رأس الحسين بيده. أقول ما يضرب رأس الحسين تبكيه أم البني؟ شو تسوي يعني؟ تريد تبينين إلي بأنه ولائي رقيق قلب؟ ما موجود قلب متحجر مبغض لأهل البيت. هو اللي قال للحسين إن فاتك الثعلب فلا ترى إلا هذا. يحن على الحسين، يحن على أخوان الحسين. بس هذا يا جماعة رجل مخابرات، هذا جاي يريد يشوف أكو مجلس يعقد بذكر الحسين لولا. وأم البنين خافت قضية كربلاء تندثر، فكانت تجمع الناس وتحدثهم عما خرج من أجله الحسين وكيف قتل الحسين، وتثير مظلومية الحسين في قلوبهم. فإذا إجا مروان بن الحكم يستكشف، يستطلع، يشوف شنو قاعدين يسوون، ثورة جديدة، أم البنين جاية تريد تحركهم. هو شو تسوي أم البنين؟ تقلب الموجة، لا تدعوني، يعني أنا ترى ما عندي شيء، أنا قاعدة أبكي على أولادي، مسوي قبور وقاعدة أبكي عليه. فلهذا يقعد يتأكد بأن الخبر، بأن الجلسة هذه مي جلسة وعظ وإرشاد وتذكير وإخبار بقضية الحسين. من يشوف أني حلا هاي مرة قاعدة تبكي، رد انصرف، اشتغلت أم البنين تحدثهم بما جرى على الحسين عليه السلام. فلهذا ختاما، أم البنين تعرف كيف خرجت من الدنيا؟ بعض علمائنا، بعض فقهائنا، آية الله سيد ميرزا القمي على الله مقام صاحب كتاب القوانين من كبار مراجعنا الأولياء العرفانيين، المرجع السيد الشيرازي رضوان الله على روحه الطاهرة، يذكرها أيضا، يقول أم البنين ما طلعت موتت عينها، دس إليها السم وخرجت من الدنيا مقتولة. شو تقولون يا القاعدين؟ هذه مسك الختام، أم البنين من أهل البيت لو مين منهم؟ شو تقولون؟ غريبة لو منهم؟ منهم؟ ما منا إلا مسموم أو مقتول. فينطبق الحكم وعمي خلي أقول هالكلمة خلاص، بعد شو أقرأ لك أكثر؟ حتى لو ما دسوا ليها السم، إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي. ترى حتى لو ما دسوا ليها السم، ترى ذكر الحسين هو اللي يقتلها، ترى ذكر الحسين هو اللي يذبحها. هي قالت يعني ملا عطية قالها على لسانها، وهو فعلا لسان حالها، يا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح، خرجت الأرواح حزنا على الحسين. ولهذا أتصور إذا اليوم انقضى يوم شهادة أم البنين وما تسمع هالقضية، ما عرفت حجم معاناة أم البنين. المصدر تقريبا صار لألف سنة، اسمه أمالي الشجري، كتاب سني هذا مو كتاب شيعي، من يذكر أم البنين ومن يحكي عن أم البنين يسميها أم جعفر فاطمة بنت حسام الكلابية، يقول وبقيت تبكي حسينا وأولادها حتى عمي بصرها. أي والله يعقوب ترى مو أحن من أم البنين، ويوسف مهما بلغ ليس كالحسين، وهذه أم البنين أم العاطفة، وهذا حسين راح من عندها. ثلاث سنين تبكي على أبو علي، وآخرها ما طلعت إلا وعينها عميت بعد على حسين. يا أبا عبد الله البارحة قالوا شيخنا كنا نتمنى تفصل إلنا يوم التقت أم البنين ويا زينب أكثر، لكن شبيدي أنت ما تعطيني فرصة أن أقرأ لك.
خلي أريد أقرأ لك من البداية وأجي وياك حتى نختم. حضر حاجتك، إذا الحاجة ما قدمت البارحة اليوم لا تنساها، واذكر حاجة المحتاجين. إجت عاد أم البنين أول ما شافت زينب، اسمع إيش قالت. صاحت يما يا يما يا يما يما أحلى سنين عمري وأحلى أيام، يوم جيتكم للبيت خدام. حطيتون تاج على راسي، شلت رافع راسي، منو يعرفني لو ما صرت خادمة من خدام الحسين. يما أحلى سنين عمري وأحلى أيام، يوم جيتكم للبيت خدام. أظل طول عمري رافع الهام وصيح بصوت يا حسين ومصاب. شو سويتي أم البنين؟ شلون حصلت شرف هالخدمة؟ شلون صرتي خادمة الحسين؟ قالت أنا طلبت من ربي وترجيت، وين الله وعلي ياخذني البيت. ظليت طول عمري بالصلاة أقول يا الله وأصير خادمة لفاطمة. أنا طلبت من ربي وترجيت، وين الله وعلي ياخذني البيت. ويوم جيت هذا البيت ودشيت، بيت التسجد الأملاك بعتاب. مولاتي زينب أعطيني مهلة، إذا أعطيتك ظهري سامحيني، أريد أستقبل كربلة أحكي ويا أبو أخوك الحسين. إيه يما قولي قولي، خلينا نسمع إيش عندك. قالت أريد أن يا أبو السجاد وأبو اليمة توفي لي الذمة يا وفي الذمة. سامحني أبو علي، سامحني برذمتي. إيش مسوي يا يما أنتي؟ أنتي ما قصرتي. قالت أريد أن من أبو السجاد أبو اليمة يوفي لي الذمة يا وفي الذمة، أخاف أن قصرت يا حسين بالخدمة. لو عندي غير هالأولاد عطيتكم الأولاد، يا ريت أعطيكم روح ويا هالأولاد. بعد مقصرة وياك يا أبو علي. اسمع زينب شو تصيح. مستحيل تصير مثلك مرتبو، شفنا زوجات أب لكن مثلك ما شفنا. مستحيل تصير مثلك مرتبو، يا وفية وخلفت أعظم أخو. ما تقلي لي بلبن صدرك شكو، يلي جبتي هالولد مشكورة. والله مرد قلبك اليوم. بعد غيرها منو عندك أغلى؟ إيه اسمعها اسمعها، هي حطت إيدها بإيدها قالت تعالي يما تعالي تعالي، ما أريد واحد يسمع صوتك، أنت مثل أمي فاطمة، ما أريد واحد أجنبي يسمع صوتك. من حطت إيدها زينب بإيد أم البنين، وإذا خطوط سودة على إيدها. زينب إيش هذه الألوان هذه؟ إيش هالخطوط؟ اسمع لسان حال زينب. قالت يما يا يما إيدي ناعمة ما تتحمل حبار. ارحم روحك شوية، ارحم روحك شوية. يما إيدي ناعمة ما تتحمل حبال، يما يضربني من أبكي الجمال. وعظم علي واحد قال، إيش قال؟ واحد قال هالحرمة كنها مالها رجال. يما طلعنا من المدينة بعز ودلال، طلعنا بشرف وحسين خيال، وجاسم يمين والأكبر شمال، وراية أبو فاضل ليظلال. يما نزلنا كربلاء وتغير الحال. إيش صار؟ تركناهم جنايز فوق الرمال، بلا رجال ظلينا. عيدة من عيني حاضر بالخدمة. يما نزلنا 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 كربلاء وتغير الحال،
تركناهم جنايز فوق. اقرأ وياي. لرمال نصبنا عزاهم فوق الجمال يما بلا رجال.